اليوم على بركة الله تم افتتاح 4 مدارس في منطقة 5 ميل، وهي مدرسة الخنساء الدولية ومدرسة بلال الحبشي ومدرسة محمد رباط السالمية وأيضا مدرسة الشباب التي أضيفت 20 مدرسة دولية إضافة إلى 20 الماضية للعام الماضي، حيث أصبح 40 مدرسة دولية. هذه المدارس هي مدارس مجانية ومدارس حكومية، تبنت المحافظة 40 مدرسة لتطوير التعليم داخل المحافظة من خلال إدخال مناهج إثرائية دولية معترف بها، وإدخال هذه المدارس ضمن الاعتماد الدولي في كوغنية. هذه المناهج تدرس جميعها باللغة الإنجليزية، إضافة إلى تدريب الكوادر التعليمية داخل وخارج العراق والإشراف المباشر على إعطاء هذه المواد بشكل يومي. العام المقبل أيضا بعد إكمال البنايات التي هي على عاتق المحافظة وعلى عاتق الأمانة العامة لمجلس الوزراء المشروع الصيني، إن شاء الله سنسعى لافتتاح أكبر عدد ممكن من هذه المدارس لتطوير العملية التربوية.